أحمد وخالد جاء من مدينة المنستير إلى العاصمة تونس للمشاركة في المؤتمر الوطني للشباب. هي تجربتهما الأولى في مثل هذه الفعاليات الحوارية الشبابية. في جلسة نقاش مع وزير الشؤون الثقافية خرج كل منهما بآراء مختلفة عن المؤتمر وفعاليته في تناول القضايا الشبابية. دولة ديما تلوج على الحل الأسهل اللي هو كيما توا حوار وكل شيء، نروح وغدوا ما يصير شيء، معناها نروح وغدوا نرجع للصفر. يمكن متفائل شوية برابور للشباب الآخرين، أما المتأكد منه أنه كل واحد عنده مصير باش يخلط له ويزمه يخلط له، أما هو يزمه يسعى باش يخلط له. تعكس نتائج الدراسات المتعلقة بالفئات الشابة في تونس ضعفا واضحا لتمثيلهم وحضورهم في الحياة العامة، ولعل أكبر المفارقات أن الشباب التونسي الذي قاد ثورة سياسية واجتماعية قبل 6 سنوات لا تتعدى نسبة حضوره في المجتمع السياسي والمدني اليوم 7%، أمر يعيده المختصون إلى غياب أواصر الثقة بين الشباب والفاعلين السياسيين. كيف نزيل الحواجز أمام الشباب كي يكون أكثر فاعل وأكثر مشارك وأكثر مقترح للحلول ومنجز لها بمعاونة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؟ دونك هذه الثلاثية هي التي تشتغل على بناء هذه الاستراتيجية، ونعتقد أن الآن بداية توضيح الرؤية. في الشارع التونسي اليوم لا تخفى الهواجس من ضبابية المشهد أمام كثير من الشباب، ولعل ارتباط عملية برلين الأخيرة ومن قبلها اعتداء نيس بمنفذين تونسيين يزيد المخاوف بشأن انسياق بعض الشباب وراء عالم التطرف الفكري والإرهاب. في بلد يمثل فيه الشباب ثلثي عدد السكان، تعكس أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية واقعا صعبا لهذه الفئة، وهو ما يزيد من مخاوف سهولة استقطابهم من قبل جماعات الجريمة المنظمة والتطرف الفكري. ميساء الفطناسي، الجزيرة، تونس.